الشعب اخوان ماشي الشعب ديالو. كيف ما انتوا تصور كيف ما اللي فيه وحتى هو العائله ديالو بحالتي الابد من هذه، وهذيك طرابوليسيه راه في كل بلدان عندنا عائله بحال هذيك تتنهب خيرات الاوطان. هذا مناضل كما قلت وعبر سلسله من النضالات المريره من الاضراب عن الطعام الى الاسهام الفكري في الحوار الجاد الرشيد حول القضايا الوطنيه والعربيه عبر مواقف ومقالات وازنه اثبتت لمن هم في حاجه الى اثبات ان صوت الحق لا يمكن اسكاته وان قضبان الزنازين عاجزه عن تحويل البراءه الساطعه الى ادانه مملاه من خارج الحدود او من حماس زائد للعب دور في الحرب الامريكيه الوهميه ضد الارهاب المزعوم. امريكا هي زعيمه الارهاب واسرائيل زعيمه ارهاب الدوله بامتياز، والحكام العرب هم من مارسوا الارهاب ضد شعوبهم. فالمعتقلون السياسيون السته لم يدانوا لكونهم حاولوا تنفيذ اجنده من الاجندات التي تطالها قوانين الانظمه، بل ان الذين حاكموهم هم من ردفوا الاجندات الخارجيه ونسوا اولويات الداخل. التكفير عن هذا الخطأ يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كل المعتقلين السياسيين. اسمحوا لي بن علي كانت هي لا ماشي التناوب تفكرتيني بداك التناوب اللي دوك وانا ما كانش فكرني كاع بداك التناوب انا غنتقلق عاوتاني. كل المعتقلين السياسيين ثم الانكباب مع كافه القوى الوطنيه المعارضه الحقيقيه بمختلف مشاربها. انا بيني وبينكم هذا يا ساري هذا اسموه هذا ماركسي هذا اسلامي، وحنا بعدا قبلنا شي حنا مغاربه، علاش بغيتو تفرقونا حنا بهاد القضيه؟ حنا مغاربه شعب مغربي واحد. دابا بيني وبينك الحكام كنبقاو فيهم حنا تيقول لك لا عندك هادو، لا ماشي شغلك. كلهم المغاربه خوتنا وغنوقفوا كلنا شعب واحد ضد الظلم والقهر. كافة القوى الوطنية وشرفاء هذا البلد بمختلف مشاربها على إحداث إصلاح مؤسساتي في العمق والجوهر لا في السطح والقشور. ما تدوخوناش لا بلاتي غنبدلها لا نجيب ذاك الاخر اسمه ذاك اللي في تونس ذاك هذاك الغنوشي جابوا غير ضد ذاك الغنوشي اللي كان هربان راه ما كانش داروا لكن استراتيجية الأسماء المتشابهة كيجيب واحد اسمه بوعبيد ضد بوعبيد، واحد اسمه الفقير ذاك البصري جاب البصري، هذاك جاب الغنوشي باش يقولوا من الخارج راه واقيلا ذاك الغنوشي ديال الإسلاميين هو اللي فإذا لم نستفد من الماضي ومن دروس الحاضر وجه اللي وقع على الدكتاتوريين وما يعتمل في محيطنا الإقليمي والعربي من زلازل الانعتاق والغضب، شوف الجزائر الجيش قال لهم ما حرر هذا افلين شوف التحرير الوطني شوف دابا الجزائر كيف عامل يعني شحال عندهم ملايير الدولارات والناس كتقلب على الخبز في الجزائر هذا معقول؟ عندي ملايير الدولارات والناس ما عندهاش فين تسكن في الجزائر ملايير الدولارات اللي ماشي داروهم شي صناعه ولا من الذكاء النظام ولا من انه مثلا قرا ولاد الشعب او هذا من البترول عطى الله البترول قاعد البلدان كل ما كانش البترول عاد القذافي كل عمرك ما تسمع الصوت يعني القذافي دار انقلاب هو صاحبو جلو جوج وسماه ثوره لم تكن في يوم من الايام اي ثوره في الوطن العربي كانت انقلابات عسكريه بلبوس ثوريه وهي تفضحت اليوم واش عمرك شي واحد دار ثوره بقى 50 عام بعد ثوره راه زعما فاذا لم نستفد من الماضي ومن دروس الحاضر وما يعتمل في محيطنا الاقليمي والعربي من زلازل الانعتاق اكررها والغضب فاننا
سنثبت عجزنا التام عن القراءة الصحيحة لمنطوق التاريخ. دابا التاريخ الكبير راك يخنزل التاريخ ديالنا، كيقولوا تقعد التاريخ ديال المعقول، التاريخ ديالنا توا باقي مكمش، وغادي تجي النوبة ديال التاريخ ديال المغرب. ما كنفهموش دابا فين غادي التاريخ. راه الديكتاتور اللي كيبقى سد عليه وكيتصنت التقارير راه شتو من عليه، قالوا ما كانوا كيقولوا لي والو، نظام بوليسي ما كيقولوا له والو. مزيان وسير انت ويا رمضان. التاريخ لا يرحم المتلكئين والمترددين ومنعدمي الإرادة السياسية الحقيقية. جميعا نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين لإخواننا أصدقاء الستة الأبرياء، وشكرا على هذه الدعوة.